نجم من نجوم السامبا البرازيليه منتخب البرازيل طبعا، وان واحد من نجوم كمان المان سيتي جلاوبير ليوناردو. الحقيقه هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس، نرحب بيه ونشكره طبعا على وجوده معانا في السادسه. اهلا بيك على شاشه الاهلي. هاي اتس ماي بلاجر ريلي ريلي سبيشال تو بي هير. مرحبا بكم، انا سعيد جدا، هذا امر خاص جدا ان اتواجد معكم هنا، انا سعيد جدا. هتكلمني على اثنين من يمكن من امتع الفرق اللي بيقدموا كره على مستوى العالم، منتخب السامبا طبعا طول عمره الحقيقه مع اختلاف الاجيال واحد من اجمل العروض اللي بتقدم في كره القدم بيقدمها منتخب البرازيل، وكمان السيتي الحقيقه اللي اتطور بشكل كبير جدا مع بيب جوارديولا في السنوات الاخيره وبقى واحد من اقوى وابرز فرق كره القدم في العالم. خليني ابتدي بالسيتي الحقيقه اللي كنت واحد من نجومه، رحيل طبعا البرازيلي خيسوس وانتقاله لصفوف الجانرز صفوف الارسنال، ازاي بتشوف الصفقه دي وقدره خيسوس على مواصله التالق في الدوري الانجليزي؟ نعم اعتقد ان جابريل خيسوس هو كان يلعب في نفس النادي الذي كنت العب فيه في البرازيل في بالميرس، هو يؤدي بشكل جيد جدا. اعتقد انه ان انتقاله الى ارسنال كان مهما جدا، هو لاعب مميز جدا، هو لديه الان المزيد من الدقائق ليلعب، لديه المزيد من الوقت ليظهر قدراته اكثر. بمناسبه بالميرس بالتاكيد خدت فكره عن الكره المصريه، احنا يعني بينا مواجهتين، واحده حسمها الاهلي لصالحه في نسخه كاس العالم قبل الاخيره وحقق بيها الميداليه البرونزيه على حساب بالميرس، وفي النسخه الاخيره كان التفوق لصالح بالميرس البرازيلي. كانت انطباعاتك ايه عن الكره المصريه عموما وعن النادي الاهلي بشكل خاص؟ نعم انا اتذكر جيدا. بالطبع كنت اشجع بالميرس ضد النادي الاهلي، كانت مباراه وانا اتمنى ان تتوفر الفرصه ليواجه الاهلي فريق برازيلي والم بمزيد معلومات عن النادي الاهلي. في حد من اللاعبين في اي من المواجهتين لفت نظرك؟ Did you notice it? No, I don't have this. لا ليس لدي فكرة كبيرة، ولكن أتذكر المباراة. المباراة كانت جيدة ولكن لم أتذكر لاعبا معينا من الجانب المصري. طيب نروح للدوريات الأوروبية مرة تانية، والحقيقة هبتدي معك يعني تقييمك أو رؤيتك وجهة نظرك ل مستوى اللاعبين البرازيليين، وخصوصا طبعا احنا على اعتاب شهور قليله جدا من بدايه مشوار كاس العالم. مين صاحب المسيره الافضل من وجهه نظرك الموسم ده؟ هل بتعتقد انه بحكم الانجاز مثلا لاعب زي فينيسيوس جونيور، رودريجو كان ليهم دور مهم جدا مع ريال مدريد في تحقيق لقب الشامبيونز ليج ولقب الليجا، ولا بتشوف لعيبه مثلا في الدوري الانجليزي بحكم ان هو الدوري الاقوى على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى، ولا لاعب بحكم الاسم والشهره والجماهيريه زي نيمار طبعا جونيور اللي بيلعب في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان؟ في هذا العام فينيسيوس جونيور بالطبع ادى بشكل رائع مع ريال مدريد، ورودريجو ايضا كان مذهل على أرضية الملعب مع ريال مدريد طوال الموسم، ولكن أعتقد أن فينيسيوس جونيور وأيضا رافينيا مع ليدز يونايتد، أعتقد أن هؤلاء هم أجنحة منتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور ورافينيا، وأيضا لديك مجموعة جيدة لتطور أداء المنتخب البرازيلي. أعتقد أن المنتخب البرازيلي سيكون هو الأقوى والأوفر حظوظا في هذه النسخة من كأس العالم. بالنسبة لنيمار، هل بتشوف أنه نيمار في باريس سان جيرمان أضاع كتير من فرصه على الأقل على مستوى المنافسة على لقب الأفضل في العالم، وخصوصا مع عدم قدرته في أكثر من موسم على التوالي في تحقيق طبعا البطولة الأهم بالنسبة للفريق الفرنسي وهي بطولة الشامبيونز ليج؟ وهل بترى أنه ما
من مصلحته انه ينتقل لفريق اخر عنده القدره على تحقيق اللقب ده، ولا بترى انه عليه الاستمرار في البي اس جي؟ الناس في البرازيل هنا تتحدث عن هذه الحالة، الناس تتحدث كثيرا عن حالة نيمار دي سيلفا، وأعتقد أن نيمار في العام نيمار لديه عقد مع باريس سان جيرمان. لا أستطيع أن أرى نيمار خارج باريس سان جيرمان في الوقت الحالي. هو أدى عاما مميزا، ولا أستطيع أن أقول أنه سيرحل. ولو اتكلمنا او نقلنا لملف السيتي، الحقيقه السيتي معظم الانديه الكبيره في الدوري الانجليزي غيرت من تشكيلتها الهجوميه. يعني النهارده بنشوف داروين نونيز بينضم ل ليفربول على حساب رحيل ساديو ماني، ايرلينج هالاند في السيتي على حساب خيسوس، الكلام على كريستيانو رونالدو انه لن يبقى في اولد ترافورد وسيرحل عن فريق مانشستر يونايتد، وجهته حتى الان غير معلومه، ولكن في كلام عن اهتمام تشيلسي، في كلام عن اهتمام بايرن ميونخ. ازاي بتشوف مع وجود طبعا هدافين من العيار الثقيل زي محمد صلاح هداف الثلاث نسخ الاخيره، مع وجود هداف زي هاري كين، ازاي بتشوف تغير خريطه الهجوميه في الدوري الانجليزي، ومين القادر على انه يظهر بشكل كويس في الموسم القادم من وجهه نظرك؟ أنا أعتقد أن هالاند هو سيؤدي مسيرة جيدة مع مانشستر سيتي، لأن في مانشستر سيتي في رأيي الخاص هو أن إيرلينغ هالاند كان المهاجم الذي يحتاجه مانشستر سيتي، فيه كل الخصائص التي يحتاجها مانشستر سيتي. فاستخدام هالاند مانشستر سيتي كان أمرا مميزا. وأيضا أعتقد أن جابريل جيزيس سيؤدي بشكل جيد مع أرسنال، ولكن هالاند هو الذي سيكون الأبرز هذا الموسم. رأيك في صفقة كالفين فيليبس اللي تم الإعلان عليها والمنضم حديثا أيضا للمان سيتي؟ كالفين فيليبس لاعب الوسط المدافع اللي انضم أو اللي تم إعلان عن انضمامه وصفقة ل وتفاصيل الصفقة لصالح المان سيتي، يمكن ما تكونش متابعها. أعتقد أن هذه صفقة مميزة لبيب غوارديولا. بيب غوارديولا لديه القدرة على هذه التحولات، وأن يحضر لاعبين مميزين للنادي. مانشستر سيتي في رأيي سيكون المرشح الأبرز للفوز بالبريمير ليج هذا الموسم. بريمير ليج مانشستر سيتي استطاع أن يستخدم لاعبين رائعين هذا الموسم، وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند. هو أعتقد أنه سيكون مميزا أكثر من الموسم الماضي، وقد أنهى الموسم الماضي بطلا للبريمير ليج. والحقيقة السيتي على مدار موسمين كان الفريق الأقوى وكان الفريق الأبرز والأكثر ترشيحا ل التحقيق لقب الشامبيونز ليج، لان بعتقد ان جماهير السيتي في العالم كله النهارده ما بتدورش على تحقيق البريمير ليج بقدر ما بتدور على تحقيق لقب الشامبيونز، وفي مقدمتهم بالمناسبه بيب جوارديولا. خليني اسالك على اثنين من اللاعبين البرازيليين اللي تالقوا بشكل كبير جدا الموسم الاخير، انتوني جناح اياكس امستردام ورافينيا جناح ليدز يونايتد، والحقيقه انا شخصيا توقعت ان هم يكون الموسم ده خطوه انتقالهم لانديه اكبر من اياكس ومن ليدز يونايتد. ازاي بتشوف مستقبلهم، وازاي بتشوف تاثير ده كمان على مشاركتهم مع منتخب البرازيل في كاس العالم؟ بالنسبه لرايي في رافينيا وانتوني، اعتقد ان الكره البرازيليه تطورت كثيرا لتحظى بهذين اللاعبين. في رايي نعم يحتاجان ان ينتقلا لناد اكبر. ففي البرازيل الآن نتحدث كثيرا عن انتقالهما لبرشلونة لنادي أكبر في البريمير ليج بالنسبة لرافينيا، ولكن أنتوني أعتقد أنه سيبقى لمدة موسم مع أياكس، لن يبقى طويلا، ولكن لديه الفرصة.
هو لعب رائع على المستوى المهاري على المستوى، ولكن رافينيا بالنسبه لرافينيا سيدعم موقفه فينيسيوس جونيور ان ينتقل لنادي اكبر كريال مدريد. الامر لاعبان مميزان جدا كما ذكرت انت. الناس في البرازيل متحمسون كثيرا تجاه هذين اللاعبين. ازاي شفت نهايه مشوار؟ الحقيقه مشوار حافل طبعا بعدد كبير من النجاحات والانجازات لطبعا نجم المنتخب البرازيلي ونجم الريال مارسيلو اللي كان الموسم ده هو الاخير ليه، ورايك في مستقبل مارسيلو في ظل رغبه عدد من الفرق في انتدابه للموسم المقبل، في مقدمتهم طبعا موناكو الفرنسي، في مقدمتهم ايضا اي سي ميلان الايطالي وبعض الفرق المهتمه الحقيقه بالظهير الايسر لمنتخب البرازيل داخل الدوري الاسباني زي مثلا بلد الوليد. مارسيلو هو لاعب محترف رائع، هو كان يلعب في اكبر نادي في العالم، هو اصبح اسطوره في اسبانيا في مدريد، هو اصبح اسطوره لنادي ريال مدريد الان، هو كان عليها ان يبقى الان، هو كان لديه ميليتاو رودريجو فينيسيوس جونيور، كان لديه مجموعه رائعه من اللاعبين البرازيليين. بالنسبه لريال مدريد الان لديه مجموعه من الرائعين، ومارسيلو الان لديه فرص جيده ان ينتقل، وايضا كازيميرو في ريال مدريد هو الان سيكون قائد المجموعه البرازيليه في ريال مدريد. يجب على اللاعبين البرازيليين ان يستفيدوا من هذا التطور الذي حدث لمارسيلو. ميليتاو، فينيسيوس جونيور، وبالطبع كازيميرو ورودريجو. نعم سيؤدون بشكل جيد ويستكملوا المسيرة البرازيلية مع ريال مدريد. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ما زلنا نستمتع بنجوم السامبا، وحاولوا كبالميراس تجتهدوا وان شاء الله باذن الله يكون لنا نصيب نتقابل تاني قريب جدا في نسخة من نسخ كأس العالم. جلوبير لياندرو طبعا نجم منتخب البرازيل ومانشستر سيتي السابق كان ضيفنا النهارده في السادسة.